الشائعات طول الوقت شغالة. يعني ما انت لما تيجي تشوف، هو في حد يقدر يزايد على الدور المصري في فلسطين؟ هو في حد عمل اللي احنا عملناه؟ طيب هو في زعيم في العالم تلقى او تقدم باتصال اكتر من فخامة الرئيس السيسي فيما يتعلق بحل قضية الصراع العربي الصهيوني؟ وفي الجولة دي تحديدا انا مش هكلمك خلال العشر سنين اللي فاتوا من 2014 وحتى هذه اللحظة، انا هكلمك على الوضع الحالي اللي بدأ من يوم 7 اكتوبر ولحد النهاردة 101 يوم. الرئيس كان عنده 66 اتصال من اجل حل القضية. عايز حد يقول لي في زعيم اخر في العالم عمل هذا الجهد؟ 66 اتصال، ده غير اللقاءات، ده للرئيس بس، مش لوزير الخارجية، مش ل... طيب خليني هنا اخد معانا على التليفون دكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا يا استاذ يوسف. اهلا، ازاي الصحة؟ محمد، كله تمام الحمد لله. والله الحمد لفت لنظري، لكن لفت لنظري جدا تصريحات حضرتك المتعلقة بال 66 اتصال اللي تم إجراءهم مع فخامة الرئيس، وعايز أفهم أكتر عن هذه الاتصالات وحجم هذه الاتصالات إذا ما قورنت بحجم الاتصالات واللقاءات مع أي زعيم آخر على مستوى الكرة الأرضية. ما عندناش مجال للمقارنة. يعني اللي عايز أقوله إن يعني الوقت اللي بيقضيه السيد رئيس الجمهورية للنقاش والتباحث سواء مع مؤسسات وأجهزة الدولة المصرية بأجهزتها المختلفة، سواء مع قادة وزعماء دول العالم سواء في الإقليم أو على المستوى العالمي، هتلاقي، شوف يا أستاذ يوسف، أما تيجي تشوف إن حجم الاتصالات، يعني 66 اتصال مع قادة ورموز من دول العالم للتباحث حول الخروج من هذا المأزق، حول تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، حول التهدئة الطويلة نسبيا. يعني دور مصر أما تيجي تشوف حضرتك، طبعا اشتركت معانا طبعا دولة قطر في الهدنة اللي دامت حوالي 7 أيام. اما تيجي تشوف الاتصالات والزيارات، بقى احنا ما بنتكلمش بس في مجرد اتصالات تليفونية، شوف حضرتك حجم القادة اللي زاروا مصر. صحيح. في منذ يوم ما بعد هجمات 7 اكتوبر حتى هذه اللحظة، علشان تقدر تشوف التأثير المصري، لان هذه النخبة هي جاية مش جاية مجرد أحاديث شفهية فقط، وإنما مدركة حجم التأثير ليس فقط كدولة جوار مباشر بالنسبة للدولة المصرية، وإنما لأن التأثير المصري في الوصول لحالات التهدئة في حروب غزة الأربع، لأن كما تعلم حضرتك أستاذ يوسف المواجهات اللي كانت ما بين اسرائيل وما بين الحركات الفلسطينيه المصارعه وتحديدا حماس بشكل اخص ما كانتش في 2023 بس. صحيح. عندنا مواجهات من 2008 2012 2014 2021، وبالتالي في جهد مصر بتبذله على مستوى اللقاءات السياسيه للسيد رئيس الجمهوريه، وطبعا السيد وزير الخارجيه، السيد رئيس وزير المخابرات العامه. نيجي نشوف الكم الجهود اللي بتبذلها مصر فيما يرتبط بالتخفيف المعاناة الإنسانية. واللي عايز أقوله إن الإدعاءات والمزاعم الإسرائيلية، مش هنقول اللي هي مش هتنطلي على الرأي العام المصري ولا الرأي العام العربي، هتنطلي على الرأي العام العالمي. صح. لأن طول الوقت الجهود اللي بتبذلها مصر سواء المرتبطة بإدخال المساعدات الغذائية، إدخال الإمدادات الطبية، حتى الحالات الحرجة شديدة الخطورة تم إدخالها إلى الداخل المصري، والتصريحات اللي كان قالها الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة إن الدولة المصرية يعني منذ اللحظات الأولى. طب أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، قولي.
يعني يمكن اعرف بعض الحالات المرضيه هناك نقص نسبي في عربات الاسعاف من الداخل المصري نتيجه ان كتير من عربات الاسعاف راحت سينا ولنجده اخواننا الفلسطينيين. طب عندي هنا سؤال يا دكتور، وهو انه أنا متفق جدا بأنه كل هذه الإدعاءات والأكاذيب المحضة البواح للأسف الشديد من الجانب الصهيوني لن تنطلي لا على المصريين ولا العرب ولا حتى على المستوى الدولي، بدليل أن الشخصيات الدولية المتعلقة بالتصريح حول هذا الموضوع يمكن كان آخرهم النهاردة أنطونيو جوتيريش بنفسه تحدث عن أن إسرائيل هي المعطل الرئيسي لكافة المساعدات. بس ما هو بالنسبة لهم ده هم شايفينه وده خصم ليهم طبعا. بس إسرائيل بقى تكذب في مسألة أصل مصر بتحصل رسوم بشكل غير رسمي على المعبر، كذب. مصر مستعد متفقة معانا على احتلال محور فيلادلفيا، صلاح الدين، كذب. مصر بتوصل مساعدات وسلاح للمقاومة، كذب. مصر هي اللي بتعطل المساعدات الطبية، مصر اللي بتعطل المساعدات الغذائية. مجموعة من الأكاذيب، إسرائيل عايزة إيه من وراء الأكاذيب بما إنه لن تنطلي على الشعب المصري، لن تنطلي على المجتمع العربي سواء إذا كانوا مواطنين أو قادة وزعماء، لن تنطلي على الزعماء والقادة الدوليين. إسرائيل عايزة إيه من ورا ده؟ أولاً بتحول الأزمة لفرصة، تحول منطق المذنب لمنطق اللي هو ليست مسؤول عما جرى. يعني ودي ليست سياسة راهنة خاصة بإسرائيل، دي سياساتهم منذ عقود، تملي الإشعار أن هم دولة قايمة على عدم الأمن وليست الأمن، دولة تعيش، هي دولة ديمقراطية تعيش في صحراء من الدول السلطوية. يعني إسرائيل طوال الوقت ستظل تروج لروايات وأكاذيب، دورنا التصدي لهذه الروايات. يعني لما تيجي تشوف إسرائيل هي تستشعر بدرجة رئيسية إن دولة محورية، زي ما يعني إحنا عاملين اتفاق سلام مع إسرائيل، لكن توقيع اتفاق السلام لم يؤدي إلى تخلي الدولة المصرية ورئيس مصر والمؤسسات الدولة المصرية عن الالتزامات القومية العربية فيما يخص أبعاد كثيرة. صحيح. يعني البعد الأول توجيه اتهامات محددة لحكومة بنيامين نتنياهو بأنها المسؤولة عما آلت إليه الأوضاع من انزلاق لأوضاع خطرة. وإحنا كنا بنقول في يعني لما تيجي تشوف التصريحات المصرية كانت تشير بوضوح أن يعني ممكن إحنا مختلفين مع حماس في كتير من التوقيتات، لكن في اعتبارات اللحظة مرتبط بأن الإشكال الأساسي زي ما أنت كنت لسه بتقول من شوية هي مرتبطة بسياسة الدولة القائمة بالاحتلال، لأن اللي أدى بحماس لذلك هو وضع الاحتلال والذي يؤدي إلى محاولات لتصفية تلك القضية. ده رقم واحد. رقم اثنين، أن جهود الدولة المصرية تملي بتتكلم على حل الدولتين. صح. في ظل أن سياسات هذه الحكومة تؤدي إما إلى تصفية تلك القضية أو محاولة استخدام تلك الأوضاع للتوضيح بأن ما تواجهه إسرائيل ليس سياسات قوة مقاومة مشروعة تجاه احتلال. وللأسف يا أستاذ يوسف، الولايات المتحدة شريكة لإسرائيل في هذه الحرب وستظل، لأن عندما يخرج رئيس الولايات المتحدة ويتحدث أن ما واجهته إسرائيل في 7 أكتوبر أكبر مما واجهته إسرائيل 7 يعني 11 سبتمبر أقل مما شهادته إسرائيل في 7 أكتوبر. لأنه الصورة اللي إسرائيل عايزة طول الوقت أنها توجه إليها أنظار المجتمع الدولي بل وأيضا شعوب العالم أنه إسرائيل مهددة دائما في حالة وجود. خليني الأول أشكر ربنا يخليك يا دكتور، خليني أشكرك جدا 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 على مداخلتك معنا، وأتمنى بجد أنك تنورنا قريب جدا في الاستوديو. كل الشكر ليك دكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية مركز الأهرام للدراسات.